صحي ولذيذ. صحي ولذيذ لذيذ ده أكلنا، صحي ولذيذ من عندنا، أكلك سليم من غير رجيم، سمي وكل يلا بالهنا. صحي ولذيذ. مساء الخير أعزائي المشاهدين، جينا لكم في برنامجكم صحي ولذيذ. هنقدم لكم النهاردة أكلات صحية وأكلات لذيذة. هنقدم لكم النهاردة البيتزا اللي كل أطفالنا بيحبوها. البيتزا دي من الحاجات الجميلة اللي بيحبها الأطفال وبيحبها الكبار. البيتزا حاجات جميلة وحاجات مفيدة، بيخش فيها عناصر وبيخش فيها حاجات تفيد الأولاد وتفيد كل الأسرة. وكمان هنعمل لكم المقلوبة، والمقلوبة دي من الحاجات الشيقة من الحاجات الممتعة، والأكلة المقلوبة دي أكلة سورية، وطبعا احنا كمصريين بنحب قوي المطعم الشامي أو المطبخ السوري، لأنه أكلاته قريبة جدا منا وأكلاته بتمتعنا، لأن مذاقها مذاق صحي ومذاق لذيذ. جبنا لكم كمان أكلات جميلة وأكلات ممتعة زي سلطة حمص الشام، ودي كمان أكلة سورية من الأكلات الغنية بالفيتامينات، من الأكلات اللي بتفيد جسمنا وبتفيد كل لأن فيها عناصر جميلة وعناصر مفيدة بتفيد أولادنا وبتفيد صحتنا. وكمان معانا أكلات لذيذة وصحية هتشوفوها كل يوم أربع معانا من جميع مطابخ ومن جميع مطاعم العالم، أشهى وألذ المأكولات الصحية اللذيذة. كمان عايزين نتكلم باستفاضة عن حاجات مهمة هتفيد الأسرة. هنتكلم عن التوعية الصحية في المطبخ، وده من أفضل الأشياء اللي هنتكلم عليها، لأن دي اللي هتفيد أسرتي وهتفيدني وهتخلي سلامة الصحة بالنسبة لنا حاجة كلنا بنهتم بيها. أولا لما أدخل المطبخ أو حضرتك تخش المطبخ، لازم أولا تتأكدي تماما من نظافة أدوات المطبخ، تتأكدي تماما من ان السكاكين والمواد الحادة موضوعة بموضع كويس عشان سلامة اولادنا. احنا بنعمل ده كله طبعا عشان خاطر اولادنا، فلابد ان نراعي ان سلامة اولادنا ده شيء في المقدمة. وكمان نبص على الاواني ان هي تكون نظيفة وتكون صحية. وبعد كده الامن والامان في المطبخ لجميع ستات البيوت دي حاجة مفيدة جدا جدا جدا. لازم نخلي بالنا ان الامن والامان في المطبخ من الحاجات الهامة جدا. زي ما انا بعمل اكل يكون صحي ويكون لذيذ، لازم اخلي بالي دايما من مطبخي يكون امن ويكون نظيف دايما وكويس. ترتيب المطبخ يا جماعة من الحاجات الاولية ان انا اعمل اكلات صحية ومفيدة. وبعد كده كمان هنتكلم عن ان انا لما ادوق اكل لازم ادوقه بحاجة وما اقلبش بيها مرة تانية. وكمان دلوقتي هنعرض لكم الفيديوهات بتاعتنا. الفيديوهات بتاعتنا جبناها لكم علشان تشوفوا الاكل الصحي واللذيذ معانا. اول اكلة النهاردة هنقدمها لكم هي البيتزا. والبيتزا من الحاجات الجميلة جدا، ومقاديرها زي ما انتم شايفين 3 كوب دقيق و 3 معلقة زيت زيتون، والزيت الزيتون انتم عارفين انه صحي ومفيد جدا، وكمان معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر. وطبعا الملح والسكر يا جماعة بيعمل على انتعاش التخمير، ومعلقة صغيرة خميرة فورية. زي ما انتم شايفين نص كوب لبن دافي، ده علشان يساعد الخميرة ان هي تقوم بسرعة، وبيضة واحدة يا جماعة. والطريقة بقى في العجن سهلة وبسيطة وشيقة جدا، لازم كلكم تعملوها.
طبعا احنا بنحط كل حاجة على بعضها، اللي هي المواد زي ما قلنا قبل كده، المواد اللي هي الجافة، وبعد كده بننزل بالمواد السائلة عليها ونبدأ نعجن العجينة زي ما انتم شايفين. طبعا في حاجة غويطة نعجن كويس قوي، وبعد ما نعجن كل المكونات ببعضها هتتماسك العجينة معانا. ممكن يا جماعة المواد السائلة نحطها بالتدريج، لان ممكن العجينة تسيب منا، ازودها بالدقيق لو العجينة ربطت معايا كويس وكان ملمسها جميل كده زي ما انتم شايفين. طبعا العجينة بتاعت البيتزا لازم تخمر، انا بكورها وبحطها كده في طبق واغطيه طبعا بحاجة تمنع دخول الهواء له علشان الوش بتاعه، وعلشان يساعد معايا طبعا على التخمير زي ما انتم شايفين. واسيبها نص ساعة في مكان يكون دافي كويس، وبعد كده بعد نص ساعة اجيب العجينة بتاعتي وابدأ افردها زي ما انا عايز، اشكلها بيتزا صغيرة لاولادي، اشكلها بيتزا كبيرة حجم عائلي لو انا عازم حد او لاسرتي. وزي ما انتم شايفين البيتزا بتاعتنا بعد التخمير ده، طبعا التخمير يا جماعة بيساعد البيتزا على ان هي تكون حاجة جميلة وممتعة. هقطع طبعا العجينة بتاعتي زي ما انا عايز، وبعد كده هبدأ بفردها. افرد العجينة بتاعتي يا جماعة وراعي ان انا افرد يكون الحجم بتاعها دائري، واجيب صينية واحط فيها مادة دهنية واحط العجينة اللي انا فردتها في الصينية، واكون مجهز عندي طبعا صوص البيتزا. وصوص البيتزا ده سهل وبسيط جدا، ممكن نعمله كلنا في بيوتنا علشان اولادنا يستمتعوا بالبيتزا. صوص البيتزا هو عبارة عن طماطم مفرومة وبصل ناعم، البصل بحوره مع زيت وزبدة، حاجة بسيطة عشان سلامة اولادنا، وبعد كده بضيف له الطماطم واديله المكونات اللي انا عايزها، يعني زي فلفل وملح، ممكن توابل، وبعد كده يا جماعة الحاجات اللي انا هحطها على وش البيتزا بعد الصوص، فلفل اخضر وبصل وطماطم كونكاسيه وكمان زيتون اخضر وزيتون اسمر. البيتزا ممكن اعملها 100,000 صنف و100,000 نوع، يعني ممكن اعمل بيتزا بالفراخ زي ما ولادي بيحبوها، ممكن اعمل بيتزا باللحوم بجميع انواعها، ممكن اعمل بيتزا بالجمبري بالسفود. طبعا البيتزا من الحاجات الجميلة الشيقة، ممكن احط شرايح مشروم على البيتزا. طبعا زي ما انتم شايفين البيتزا حاجة جميلة اولادنا كلهم بيحبوها، علشان كده هنحط البيتزا وبعد كده الصوص، وبعد كده نحط الخلطة اللي على الوش، البصل المتقطع شرايح مع الفلفل المتقطع شرايح والزيتون زي ما انتم شايفين الجميل، الحاجات المفيدة المغذية الزيتون وزيت الزيتون طبعا زي ما انتم عارفين. وبعد كده يا جماعة عايز اقول لكم ان البيتزا ما بتاخدش في الفرن اكتر من 10 دقايق، علشان خاطر المكونات اللي فوق دي كلها تعتبر حاجات مستوية وحاجات سهلة التسوية. وطبعا ما تنسوش ان العامل الاساسي في البيتزا هو الجبنة الموزاريلا وكمان الجبنة الرومي، دي بتطعم معانا البيتزا. البيتزا بتاعتنا جميلة جدا وشيقة ولذيذة وصحية، البيتزا من المطبخ الايطالي، طبعا اخترعوها في المطبخ الايطالي علشان كان بقايا الاكل اللي موجودة عندهم لازم يستفيدوا منها. دي طبعا ثقافة شعوب يا جماعة لازم نتعلم منها، ان انا ازاي اكل واكل ايه بالظبط هيفيدني وهيفيد اسرتي وهيفيد اولادي. طبعا علشان عدم التبذير هم استغلوا الحاجات الباقية منهم وبدأوا يعملوها على عجينة البيتزا ويحطوها بشتى انواعها ومختلف صورها. طبعا بعد كده النهاردة معانا من المطبخ السوري المطبخ العالمي، المطبخ اللي كل العالم بيحبه، طبعا معانا المقلوبة. المطبخ السوري يا جماعة من المطابخ العالمية اللي كل العالم بينبهر بيها، بينبهر بيها اولا لان السوريين من الناس اللي عندهم اتقان في العمل،
وطبعا ده كله احنا ملاحظينه في السوق المصري. اكتر المطاعم السورية شغالة كويس جدا لان عندهم اتقان في العمل، عندهم اكلات هم بيحبوها وبيحببوا كل العالم فيها باتقانهم ليها. طبعا المطبخ السوري بيختص بالزعتر وزيت الزيتون وكميات كبيرة جدا من الالبان اللي بتشتق منها مشتقات رائعة، مشتقات مبهرة، مشتقات صحية لجسم الانسان. طبعا زيت الزيتون من الحاجات اللي لازم نتكلم عليها طالما ذكرنا المطبخ السوري. زيت الزيتون بيساعد على حاجات كتيرة جدا لازم ناخد بالنا منها، بيساعد على عدم وجود التجاعيد الموجودة في البشرة، بيساعد كمان على حماية الجسم من أمراض السكر وأمراض الضغط، بيساعد كمان زيت الزيتون على حماية الجسم من أمراض السرطان. كمان زيت الزيتون ده لو اتكلمنا عليه باستفاضة عايز حلقات كبيرة جدا، فاحنا بندلكم على الحاجات المفيدة اللي لازم تاخدوا بالكم منها. طبعا زيت الزيتون بيحمي الجسم طبعا من الكوليسترول الزائد وبيعدل مستوى الكوليسترول في الدم، ودي طبعا من الحاجات الهامة والمفيدة. ونرجع تاني للمقلوبة بتاعتنا، المقلوبة السورية اللي معمولة بالفراخ. مقلوبة الفراخ يا جماعة حاجة سهلة وبسيطة جدا، انا هوريكم مكوناتها زي ما انتم شايفين. هنبدأ في الطاسة بتاعتنا او الطنجرة او الحلة، نحط مادة دهنية وبعد كده نرص حلقات الطماطم وفوق منها حلقات الفلفل الاخضر الرائع اللي بيطعم معايا. وانا مجهز كمان زي ما انتم شايفين فلفل وتوابل يا جماعة المقلوبة. طبعا توابل المطبخ السوري توابل شيقة وممتعة جدا. التوابل بتاعتنا النهاردة توابل من المطبخ السوري. طبعا الدجاج بتاعي انا سلقته وحمرته وبعد كده هرص المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين، الطماطم وبعد كده حلقات الفلفل الاخضر وبعد كده هنزل عليهم بالبصل اللي انا مشوحه في الزبدة. طبعا ده كله يا جماعة بيديني طعم، بيديني مذاق. انا بعمل اكلات يا جماعة مش شكل، انا بعمل اكلات تفيد اسرتي، تفيد اولادي، تفيد كل الناس اللي بحبهم، علشان كده انا لازم اعمل لهم ألذ واطعم حاجة. طبعا المقلوبة زي ما انتم شايفين دي مقلوبة الفراخ. احنا دلوقتي حمرنا الفراخ ورصناها فوق المكونات الجميلة بتاعتنا. ممكن المقلوبة يا جماعة اضيف لها شرايح بدنجان مقلية، طبعا وانتم عارفين فوائد البدنجان الحديد، وزي ما انتم عارفين ممكن اضيف لها القرنبيط يا جماعة. اخذ القرنبيط اقليه نص قلية كده بدون اي اضافات وبعد كده ارصه زي ما انتم شايفين. وبعد كده يكون انا عامل حسابي في الرز بتاعي اكون غسله كويس جدا ومنظفه كويس جدا، علشان اللي هياكلهم دول حبايبي لازم اعمل لهم حاجة جميلة، اعمل لهم حاجة تفيدهم وتفيد صحتهم. طبعا الرز طبعا انتم عارفين لازم نراعي نظافته لان في مواد كتيرة جدا لازم نتخطاها ونتعدى الحاجات اللي تضر اولاد. زي ما انتم شايفين في الفيديو المقلوبة بتاعتنا مقلوبة البدنجان والدجاج حاجة جميلة، حاجة شيقة ممتعة جدا، كل الاسرة هتستفيد منها لما فيها من عناصر ومكونات هائلة جدا، عناصر تفيد جسم الانسان، عناصر تبني حاجات كتيرة جدا في جسم الانسان. لازم تخلوا بالكم يا جماعة ويا ستات المنازل والبيوت ان الخضروات بتاعتنا دي فيها فايدة كبيرة جدا، لازم نراعي ان احنا نتعامل جدا في الاكلات بتاعتنا بالخضروات والبقوليات، وما ننساش ان الحاجات دي بتفيدنا وبتفيد اولادنا. زي ما انتم شايفين انا رصيت المقلوبة ورصيت الحلقات الطماطم وبعد كده الفلفل وبعد كده الفراخ بتاعتي كانت متحمرة ومسلوقة، وبعد كده كمان حطيت شرايح البدنجان، ممكن اديها القرنبيط زي ما قلت لكم، وبعد كده الرز بتاعي جاهز والشوربة بتاعتي بتغلي طبعا على النار. انا هحط الرز بقى بعد كده فوق خالص زي ما انتم شايفين. الرز بتاعي يا جماعة هيستوي في 20 دقيقة، بس اهم شيء يا جماعة ان الرز ياخد 5 دقايق نار عادية
وبعد كده نبدأ بنار هادية. النار الهادية بتساعد على التسوية الجميلة، بتساعد كمان ان الاكل لا يفقد قيمته الغذائية. زي ما انتم شايفين ده بصل انا عملته في زبدة وشوحت فيه كمان الرز. ده يا جماعة الحاجة دي انا بعملها للتطعيم، انا بطعم الاكل بتاعي، انا ببتكر، انا ببدع، انا بفنن عشان خاطر مين؟ عشان خاطر حضراتكم، وعشان خاطر اولاد اسرتي واولادي. طبعا انا بعمل اكل صحي ولذيذ. دي التوابل يا جماعة هنحطها بعد ما نحط الرز. حطينا التوابل بتاعتنا بتاعت المقلوبة، ممكن نحط توابل الكبسة هي نفس توابل المقلوبة، وممكن نديها بابريكا زي ما انتم شايفين او ممكن لأ، على حسب ما انا عايز. وبعد كده هسقي الشوربة بتاعتي، هسقي الشوربة بتاعتي يا جماعة للمقلوبة واحطها على النار. هحط المقلوبة على النار 5 دقايق في الاول نار عادية لحد ما المقلوبة بتاعتي تغلي، وبعد كده 15 دقيقة على نار هادية. هنغرف يا جماعة المقلوبة، ممكن تتقلب لان سميت المقلوبة لانها بتتقلب بيظهر لك حلقات الطماطم والفلفل والفراخ في الوسط، وبعد كده الرز هتلاقيها حاجة صحية، حاجة مفيدة جدا، حاجة لذيذة لكل اولادنا. ممكن نعملها اشكال، ممكن نعمل زي ما انتم تتخيلوا حاجات كتيرة جدا في المقلوبة. المقلوبة بتاعتنا فيها عناصر مفيدة، فيها عناصر تفيد كل الاسرة، تفيد اولادنا. مقلوبة من المطبخ السوري الشيك الممتع اللي انتم عارفينه، اللي انتم كمان انا عارف ان انتم بتحبوه. ان شاء الله في كل حلقاتنا هنجيب اكلات من جميع مطابخ العالم علشان نعرفكم ايه هي ثقافة الشعوب اللي حوالينا اللي لازم نتعلم منها علشان نفيد اولادنا ونفيد اسرتنا ونفيد شعوبنا كمان. الشعوب لن تتقدم الا باولادها وشعوبها. وطبعا زي ما انتم شايفين المقلوبة من الحاجات الممتعة اللذيذة الشيقة. طبعا المقلوبة بتاعتي على النار، بعد ما طلعها من على النار هقلبها، وزي ما انتم شايفين كده انا زينتها بشرايح الخيار. ده طبعا لاولادي، لكن الصحي ان انا ما اقدمش او ازين باي شيء بارد على شيء سخن، لان طبعا في الوقت ده يعني في اكسده وفي حاجات بتحصل بتضر طبعا بالاكل اللي انا عامله. وطبعا بعد كده هنتكلم عن الاكلات اللي احنا جايبينها لكم النهارده، اكلات سهله، اكلات لذيذه، اكلات انتم دايما بتحبوها، وهنعودكم ونعرفكم على ان هي تتعمل بطريقه سهله وصحيه ولذيذه ازاي. طبعا كمان النهارده كنت عايز اكلمكم باستفاضة عن حمص الشام. حمص الشام من الحاجات المفيدة جدا لجسم الانسان، انا شخصيا بحب ادخلها في اكتر اكلاتي لانه مفيد وممتع. طبعا لازم نكون عندنا الثقافة ونقرأ عن الاشياء اللي احنا بناكلها علشان نعرف ايه فوائدها، وعلشان نعرف هتفيد اولادنا بايه وازاي. طبعا حمص الشام يا جماعة بيعمل على إزالة تجاعيد البشرة. حمص الشام من الحاجات المفيدة جدا للهضم، يعني والجهاز الهضمي. حمص الشام طبعا من الحاجات اللذيذة، الحاجات اللي احنا بناكلها في فصل الشتاء لأنها بتحسسنا بالدفء. طبعا دلوقتي سلطة حمص الشام طبعا دي سلطة من السلطات السورية من المطبخ الشامي العريق. طبعا السلطة الحمص ديت حاجة جميلة جدا وممتعة، وبيخش معها كمان زيت الزيتون، يعني صحي في صحي طبعا. وده اللي يفيدنا ويفيد اولادنا، ان انا اعمل اكل اكون عارف ما مدى صحة وصحية هذا الطعام اللي انا بقدمه لاولادي. طبعا الطعام اللي انا بقدمه لاولادي ده لازم اعرف كل مكوناته وعناصره، هتفيد اولادي ازاي وهتفيدني بايه وهتعمل ايه. طبعا زي ما انتم عارفين ان الاكلات بتاعتنا لازم نعرف كل شيء عنها، لازم تكون معمولة بتوعية صحية جيدة جدا، لازم تكون معمولة بنظافة جيدة جدا. وبعد كده يا جماعة معانا حمص الشام دلوقتي من الحاجات اللذيذة الصحية الممتعة زي ما قلنا لكم. حمص الشام ده له فوائد عديدة جدا،
زي ما ذكرناها لحضراتكم، بيساعد على إزالة تجاعيد البشرة، بيساعد على سهولة الهضم، بيساعد على يعني مضادة لجميع لكثير من الأمراض. طبعا حمص الشام حاجة سهلة ولذيذة وشيقة. الحمص بتاعنا يا جماعة هننقعه 12 ساعة في مية، وبعد كده يا جماعة السكريات والنشويات اللي في الحمص هتبدأ تتفاعل فهيزيد حجمه. لكن لو سلقنا الحمص أو أي بقوليات وهي ما تنقعتش في مية طبعا مش هنلاقيها زاد حجمها. لكده لازم نحط وننقعه 12 ساعة في مية. وبعد كده يا جماعة هسلقه سلق كويس جدا على نار هادية زي ما انتم شايفين. هسلق حمص الشام وبعد كده هضربه في الخلاط، طبعا ضربه كويس جدا. طبعا حمص الشام يا جماعة عشان ما انساش مفيد طبعا لتفتيت الحصوات، مفيد للامساك، مفيد لكثير من الامراض اللي لازم، وطبعا تجميل البشرة للنساء. حمص الشام بيرفع كفاءة الجسم طبعا لانه فيه كثير من البروتينات زيه زي اللحمة. مش عايزين نقول ان هو بمقدار اللحمة لكن لن ينقص شيئا عن البروتينات الموجودة في اللحم. وطبعا كمان مفيد جدا لشرايين القلب لانه بيساعد الشرايين ان هي تعمل بانتظام. طبعا حمص الشام احنا نقعناه وبعد النقع سلقناه كويس جدا، وبعد ما سلقناه هنطحنه في الخلاط مع طحينة وزيت زيتون، فصين ثوم مفرومين كويس جدا، كمان التوابل بتاعتنا ملح وكمون وممكن ليمون، نعصر عليه ليمون، ممكن خل بسيط جدا لان الخل قوي في نكهته فلازم ما نكترش قوي منه. وحاجة تانية قبل ما انسى لازم افيدكم وافيد نفسي بيها، ان احنا لما نغسل الخضروات ونغسل الفاكهة يا جماعة، انا تذكرت لما اتكلمت عن الخل، لازم نضيف للمية اللي انا هغسل بيها الفاكهة والخضار شيء بسيط جدا من الخل، لانه بيعمل على قتل اي ميكروب موجود على الفاكهة او الخضار بتاعي. وزي ما انتم عارفين ان المبيدات بتبقى موجودة على الفاكهة والخضار، فلازم نتعلم ان احنا نغسل الفاكهة والخضار بطريقة صحية طبعا عشان خاطر اولادنا. طبعا حاجة بسيطة وحاجة سهلة جدا، ان انا احط تروبس خل مع 1 لتر مية وابدأ اغسل الخضار والفاكهة بتاعتي علشان خاطر صحتي وصحة اولادي، وعلشان خاطر ابقى متأكد ان الاسمدة اللي موجودة على الخضار والفاكهة قدرت ان انا انظفها نظافة تامة. ومعانا سلطة الحمص علشان تتعلموها وتعرفوها. سلطة الحمص من الحاجات الجميلة الممتعة. احنا طبعا نقعنا الحمص وبعد كده بالطريقة السورية، المقادير قدامكم. طبعا الحمص احنا نقعناه وبعد كده سلقناه على نار هادية. سلقنا الحمص على نار هادية وبعد كده يا جماعة هنفرمه في الخلاط مع 2 معلقة طحينة وكمان 1 كوب حمص، ما هنحطه في الخلاط كويس جدا. ونضيف يا جماعة من مية سلق الحمص لانها مفيدة جدا وهي هتسهل عملية الفرم بتاعنا في الخلاط. طبعا احنا واحنا بنفرم بنزود مية من مية سلق الحمص بطريقة معتدلة علشان نلاقي الحمص بتاعنا عبارة عن خليط متجانس متماسك. طبعا معانا بقى التوابل بتاعتنا، الكمون معانا، عصير الليمون والملح، طبعا المكونات الجميلة بتاعتنا ديت هنضيفها اثناء الفرم زي ما انتم شايفين. طبعا الطحينة بتاعتنا طحينة السمسم او طحينة السوداني. وكمان يا جماعة ما تنسوش ان عشان افتح لون سلطة الحمص انا بديها زبادي، وكمان يعني انا بزود مية سلق الحمص لان بيبقى فيها فايدة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين، الفايدة بتاعتها لا تنقص عن فايدة الحمص نفسه. انا بنعم الحمص زي ما انا عايز وبضيف له جميع المكونات اللي انا حاططها عليه، وبعد كده ابدأ اسرفزه في الطبق بتاعه. ممكن اضيف له في التزيين طماطم كونكاسيه، ممكن اضيف له بقدونس متقطع ناعم جدا،
ممكن اضيف له ريحان ناعم بسيط جدا. الحاجات دي كلها بتديني مذاق وبتديني طعم رائع جدا. يا جماعة انا لازم ابتكر وانوع واعمل حاجات تفيد اولادي وتفيد اسرتي. لازم كل ما اعمل اكلة اعملها بشكل مختلف كل مرة. طبعا انا كل ما بعمل الاكلة بتاعتي انا بشوف ايه الصح اللي فيها، ايه المفيد اللي فيها، طب ازود لها ايه يفيدها اكتر. طبعا الحمص واخد زيت زيتون، وزيت الزيتون ده غني طبعا بحاجات كتيرة جدا. طبعا الحمص من الحاجات الشيقة جدا، من الحاجات الممتعة، من الحاجات اللي كلنا بنحبها. متبل الحمص، وممكن اعمل زيها بالظبط متبل بدنجان. متبل البدنجان لا ينقص عن متبل الحمص في اي شيء، الا ان البدنجان بتاعي انا بشويه وبعد كده اضيف له برضو طحينة وزبادي وكمون وتوم وليمون، ويبقى نفسه زي متبل الحمص بالظبط. متبل الحمص زي ما انتم شايفين وعليه زيت الزيتون. ممكن اديله بابريكا، ممكن ازينه بالطماطم الكونكاسيه، ممكن ازينه بالبقدونس الناعم. طبعا الحمص من الحاجات الجميلة الشيقة الممتعة. يا رب دايما نكون اكلاتنا مفيدة بالنسبة لكم، يكون اكلاتنا بتمتعكم وبتمتع اولادكم. احنا دايما هنجيب لكم الاكلات الصحية اللذيذة المفيدة. دايما معانا في برنامج صحي ولذيذ هنجيب اكلات من جميع مطابخ العالم، هنجيب اكلات نتكلم عن مدى صحتها، هنجيب المطابخ بتاعتنا ونتكلم ازاي ان انا يكون مطبخي صحي ويكون مطبخي مناسب عشان سلامة اسرتي وسلامة اولادي. واخيرا يا جماعة طبعا احنا مش هناكل سلطة الحمص بدون خبز، لازم اعمل لها خبز، وخبز يعجبكم جدا اللي هو خبز البوري. خبز البوري ده يا جماعة سهل وبسيط وجميل وممتع جدا. طريقة تحضير خبز البوري يا جماعة حاجة سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين، ممكن اي حد يعمله. دي الخبز بعد ما خلصناه خالص، وطريقة يا جماعة سهلة وبسيطة وممتعة. معلقة صغيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الملح وكوب مية واتنين كوب طحين. انا بجيب المواد الجافة عندي لوحدها وبضيف عليها المواد السائلة، تمام؟ وبعد كده يا جماعة بعجن العجين بتاعي، وبعد ما عجنه كويس جدا اعمله كورة صغيرة، وبعد كده افردها بشكل رغيف واسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعد كده اكورها كرات صغيرة وابدأ افردها، وبعد كده اجيب طاسة احط فيها مقدار من الزيت، اخلي الزيت بتاعتي درجة النار بتاعته هادية، ما تكونش ناره عالية قوي علشان يساعد ان هو يتقلي في زيت هادي، يديني طبعا شكل جميل وممتع. هو نفس عيش البوري، هو نفس العيش الشامي، لكن العيش البوري احنا بنقليه. طبعا بعد ما بنقليه بنطلعه على ورق او مناديل علشان يمتص الزيوت بتاعته. وطبعا زي ما انتم عارفين ان العيش البوري والعيش الشامي من الحاجات الممتعة. لازم كلكم تستنونا في برنامجكم اكلات صحية ولذيذة مع الشيف الشرقاوي. ان شاء الله هجيب لكم اكلات من جميع مطابخ العالم، ان شاء الله هنطير سوا في كل مطابخ العالم نجيب اصح واجمل اكلات نعملها ليكم. ان شاء الله كل يوم اربع الساعة 12 معاكم الشيف الشرقاوي في برنامجكم صحي ولذيذ. استنونا هتلاقوا كل اللي يعجبكم وكل اللي انتم عايزينه عندنا. شيف الشرقاوي بيحب ان هو يقدم اكلات صحية ولذيذة ليكم ولأولادكم علشان صحتكم تهمنا، واحنا دايما تحت امركم، احنا دايما موجودين علشان خاطر نسعدكم ونسعد اولادكم بالاكلات الصحية اللذيذة. وشكرا، كان معكم الشيف الشرقاوي. لذيذ لذيذ ده أكلنا، صحي ولذيذ لذيذ من عندنا، أكلك سليم من غير رجيم،
تمي وكل يلا بالهنا صحي ولا